بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. دروس التفسير في المسجد الحرام للشيخ صالح بن فوزان الفوزان حفظه الله. تفسير سورة البقرة. الدرس الثامن. صلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فلا يزال الكلام موصولا مع قوله تعالى: وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله. تقدم الكلام على هذه الآية وما بعدها، وبقي ما يتعلق بالنتيجة، ما يتعلق بالنتيجة من مدلول هذه الآيات. النتيجة هي إثبات رسالة النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك بالبراهين والأدلة القاطعة والحجج الساطعة. فأولا قوله تعالى: وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا، هذه شهادة من الله جل وعلا لمحمد صلى الله عليه وسلم بالرسالة، وأنه جاء بها من عند الله مما نزلنا. فلم يأتي صلى الله عليه وسلم بشيء من عنده، وإنما جاء به من عند الله. فهذه شهادة من الله جل وعلا، وهو أجل الشاهدين على رسالة محمد صلى الله عليه وسلم. وقد ذكر الله هذه الشهادة في آيات كثيرة، منها قوله تعالى: ويقول الذين كفروا لست مرسلا، قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم ومن عنده علم الكتاب. وفي قوله سبحانه وتعالى: أولم يكفي بربك أنه على كل شيء شهيد. فكيف يليق بالله جل وعلا أن يترك بشرا يدعي أنه رسول من عند الله، ويحلل ويحرم ويقاتل الناس؟ لا يليق بالله أن يترك هذا البشر يكذب عليه سبحانه وتعالى، فإن الله سبحانه انتقم من الكذابين، انتقم من الكذابين عليه، وقال جل وعلا في هذا الرسول صلى الله عليه وسلم: ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين، فما منكم من أحد عنه حاجزين. وقال سبحانه وتعالى: وإن كادوا ليفتنونك عن الذي أوحينا إليك لتفتري علينا غيره وإذا لاتخذوك خليلا. ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا. إذا لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات ثم لا تجد لك علينا نصيرا. وقد جرت سنة الله جل وعلا أن ينتقم من الكذابين وأن يمحو أثرهم، فأين مسيلمة الكذاب؟ وأين افتراءاته؟ وأين أتباعه؟ أهلكهم الله سبحانه وتعالى وأبطل كيده
أين الأسود العنسي في اليمن وادعاؤه للنبوة؟ وأين أتباعه؟ وماذا حل بهم؟ لقد أخذهم الله أخذ عزيز مقتدر. وأين كل متنبئ كذاب؟ لقد فضح الله هؤلاء الكذابين وأخزاهم عاجلا ولم يمهلهم سبحانه وتعالى. فما يليق بالله جل وعلا أن يترك بشرا يأتي إلى الناس ويقول على الله أنه أرسله وأنه أمره ونهاه ثم يتركه، إلا إذا كان هذا البشر صادقا. وهكذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنه قال للناس إني رسول الله، وأمرهم ونهاهم وأحل لهم وحرم عليهم، والله جل وعلا ينصره ويؤيده ويثبته. فهذا برهان قاطع على رسالته صلى الله عليه وسلم. البرهان الثاني هذا القرآن الذي أوتيه هذا الرسول صلى الله عليه وسلم، وأعجز البشرية بل أعجز الجن والإنس أن يأتوا بمثله، أو بعشر سور أو بسورة واحدة أعجزهم كلهم جنهم وإنسهم، وتحداهم فأتوا بسورة من مثله، وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين. ثم أخبر أنهم لن يستطيعوا ذلك إلى يوم القيامة، فقال فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار. قوله ولن تفعلوا هذا إخبار من الله عز وجل أن هذا التعجيز والتحدي سيستمر إلى يوم القيامة. فهذا برهان قاطع على صحة رسالة هذا الرسول صلى الله عليه وسلم بهذه المعجزة الباهرة الباقية. فأعظم معجزاته صلى الله عليه وسلم هو القرآن، والمعجزة هي الآية، هي المعجزة هي الآية التي تدل على صدق من يدعي الرسالة. ولا يستطيع البشر، لا يستطيع البشر أن يفعلوها، لا الرسول ولا غيره، وإنما هي من عند الله سبحانه وتعالى. فالمعجزة أمر خارق للعادة، خارق للعادة لا صنع للبشر فيه، وإنما هي من الله سبحانه وتعالى. كذلك القرآن لا صنع للبشر فيه أبدا، ولا بحرف ولا بكلمة ولا بآية ولا بسورة، ليس للبشر فيه صنع أبدا، وإنما هو كله لفظه ومعناه كله من عند الله سبحانه وتعالى. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم ما من نبي قبلي إلا أوتي ما على مثله آمن البشر، وإنما كان الذي أوتيته وحيا أوحاه الله إلي، وإني لأرجو أن أكون أكثرهم تابعا. يعني هذا القرآن أنه أن معجزته الكبرى والباقية والخالدة هي هذا القرآن العظيم. وإنما الذي أوتيته وحيا أوحي إلي، يعني القرآن الكريم، فأرجو أن أكون أكثرهم تابعا. وإلا فمعجزاته صلى الله عليه وسلم كثيرة، من أراد أن يطلع عليها فليراجع سيرة النبي صلى الله عليه وسلم.
المعجزة الكبرى والباقية والخالدة هي هذا القرآن. ثم ليست دلائل النبوة مقصورة على المعجزات كما يقول علماء الكلام، وإنما دلائل النبوة كثيرة، منها صفة المدعي للنبوة تظهر عليه علامة الصدق أو تظهر عليه علامة الكذب، من حين ما يراه الإنسان يعرف هل هو صادق ولا كاذب. إذا رآه ورأى أقواله وأفعاله وتصرفاته عرف صدقه من كذبه. ولهذا يقول عبد الله بن سلام رضي الله تعالى عنه، وكان من أحبار اليهود في المدينة، لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة انجفل الناس إليه، يقول انجفل الناس إليه يعني ذهبوا إليه، فذهب هو ليراه لأنه كان على دين اليهودية، فذهب ليرى هذا الذي قدم يدعي النبوة. قال: فلما رأيت وجهه عرفت أنه ليس وجه كذاب، وكان أول ما سمعته يقول: أيها الناس أطعموا الطعام وأفشوا السلام وصلوا الأرحام وصلوا بالليل والناس نيام. فعرف هذا الحبر، عرف أنه رسول الله بمجرد ما رأى وجهه، عليه ملامح النبوة وعليه نور النبوة، وليس هو بالكذاب. كذلك من آيات النبوة ودلائل النبوة النظر فيما يأمر به وما ينهى عنه، فإذا كان الذي يأمر به وينهى عنه يتفق مع ما جاءت به الأنبياء من قبله هو ليس بدعا من الرسل، قبله رسل، قبله أنبياء، فيعرض ما جاء به على ما جاء به من قبله، فإذا كان موافقا ومطابقا لما جاءت به الرسل فهذا دليل على أنه رسول، وإن كان مخالفا فهذا دليل على أنه كذاب. فسيرته تدل على صدقه. وهكذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنه جاء بما جاءت به الرسل من الأمر بعبادة الله ودعوة الناس إلى التوحيد ونهيهم عن الشرك وأمرهم بالمعروف نهيهم عن المنكر، أمرهم بمحاسن الأخلاق، بمحاسن الأعمال ومكارم الأخلاق، هذا ما جاءت به الرسل من قبل. الحاصل أن دلائل النبوة ليست محصورة على المعجزة، فالمعجزة واحدة من دلائل النبوة وليست هي الدليل الوحيد كما يقول علماء الكلام، بل هناك أدلة كثيرة من دلائل النبوة، أعظمها هذا القرآن. ولهذا لما اقترح عليه المشركون أن يأتي بآية يعني بمعجزة، وقالوا لولا أنزل عليه آيات من ربه يعني معجزات، قل إنما الآيات عند الله، المعجزات من عند الله، ما يأتي بها الرسول صلى الله عليه وسلم من عنده ولا قدرة له على ذلك، قل إنما الآيات عند الله وإنما أنا نذير مبين. ثم قال جل وعلا: أولم يكفهم أنا أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم إن في ذلك لرحمة وذكرى لقوم يؤمنون. ثم جاء بمعجزة بشاهد آخر ودليل آخر، أولم قال: قل كفى بالله بيني وبينكم شهيدا
يعلم ما في السماوات والأرض، فهم يقترحون معجزات والمعجزة بين أيديهم، أولم يكفهم أن أنزلنا عليك الكتاب، رجل أمي لا يقرأ ولا يكتب ويعيش بين قومه دهرا من الزمان لا يقرأ ولا يكتب، وفجأة يأتي بهذا القرآن الذي لا يستطيع الجن والإنس أن يأتوا بمثله، ألا يكفي هذا دليلا على صدق رسالته صلى الله عليه وسلم؟ أولم يكفهم أن أنزلنا عليك الكتاب. وقبلها يقول جل وعلا وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك إذا لارتاب المبطلون بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم وما يجحد بآياتنا إلا الكافرون. فالحاصل أن معجزات النبي صلى الله عليه وسلم ودلائل نبوته كثيرة جدا، وأعظمها هذا القرآن، فهو معجز في لفظه، فلا يستطيع أحدا أن يأتي بلفظ يماثل لفظ القرآن مهما كان، مهما أوتي من الفصاحة والبلاغة والنبوغ، لا يستطيع أن يأتي بألفاظ تساوي ألفاظ هذا القرآن أبدا، معجز في ألفاظه، وكذلك هو معجز في معانيه وما يدل عليه من الأحكام والحكم، وكذلك هو معجز في أخباره عن الغيوب الماضية والغيوب المستقبلة التي لم يعايشها هذا الرسول صلى الله عليه وسلم، وبينه وبينها أحقاب وأحقاب من الزمان، ويتحدث عنها هذا القرآن حديث المشاهد لها، والرسول لم يشاهدها عليه الصلاة والسلام، وإنما هي وحي أوحاه الله إليه. فهو يقص على بني إسرائيل وعلى غيرهم من الأمم أخبارا يجدونها في كتبهم وفي وعند علمائهم، وهو لم يحضرها ولم يشهدها صلى الله عليه وسلم. إن هذا القرآن يقص على بني إسرائيل أكثر الذي هم فيه اختلفوه. ولما ذكر قصة موسى عليه السلام في سورة القصص قال وما كنت بجانب الغربي إذ قضينا إلى موسى الأمر وما كنت من الشاهدين ولكننا أنشأنا قرونا فتطاول عليهم العمر وما كنت ثاويا في أهل مدين تتلو عليهم آياتنا ولكننا كنا مرسلين وما كنت بجانب الطور إذ نادينا ولكن رحمة من ربك لتنذر قوما ما أتاهم من نذير من قبلك لعلهم يتذكرون. فهذا من معجزات هذا القرآن الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم، أنه يتحدث عن أشياء سحيقة في التاريخ لم يشهدها الرسول صلى الله عليه وسلم ولم يحضرها ولا كانت له على بال إلا بعدما أوحاها الله إليه. فهذا دليل قاطع على أن هذا القرآن من عند الله جل وعلا، ودليل قاطع على صدق هذا الرسول صلى الله عليه وسلم. أيضا هذا القرآن معجز من ناحية المتكلم به، المتكلم به يقول أنا خلقت السماوات والأرض، أنا خلقت آدم، أنا خلقت الملائكة، أنا خلقت الجنة والنار، أنا أقدر على كل شيء، بيدي الملك، ولا أحد ينازع الله في ذلك، ما أحد قال لا أنا خلقت كذا وكذا وأنا أحيي وأميت، أنا أقدر على كذا وكذا، ما أحد نازع الله سبحانه وتعالى. هذا دليل على أن هذا القرآن كلام الله سبحانه وتعالى، إذ لا يمكن
يأتي غير الله جل وعلا ويقول أنا خلقت السماوات والأرض، أنا أنزل المطر، أنا أنبت الأشجار، أنا أجري الأنهار، أنا خلقت الليل والنهار، أنا خلقت البحار، ما قال هذا إلا الله سبحانه وتعالى. فدل على أن هذا القرآن كلام الله سبحانه وتعالى. فثبت بالبرهان القاطع، ثبت صدق هذا الرسول صلى الله عليه وسلم، وثبتت رسالته من عند الله عز وجل. فمن كابر وعاند ولم يتبع هذا الرسول بعد ذلك، قال الله جل وعلا: فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي لم يبق إلا النار، فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين. فبذلك ثبتت رسالة محمد صلى الله عليه وسلم، كما ثبت التوحيد في قوله تعالى: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. فهذه الآيات كما ذكرنا سابقا فيها معنى الشهادتين: شهادة لا إله إلا الله، وشهادة أن محمدا رسول الله. والرسول صلى الله عليه وسلم له على أمته حقوق، كما أن لله جل وعلا على عباده حقوق. يقول العلامة ابن القيم رحمه الله: لله حق ليس لعبده، ولعبده حق، هما حقان لا تجعل الحقين حقا واحدا من غير تمييز ولا تبيان. فالله جل وعلا له حق وهو العبادة، عبادته وحده لا شريك له. والرسول صلى الله عليه وسلم له حقوق على أمته، أولها الشهادة له بأنه رسول الله، وإعلان ذلك ظاهرا وباطنا، الاعتراف برسالته صلى الله عليه وسلم باطنا وظاهرا، الاعتراف بالقلب والنطق باللسان وإعلان ذلك. أما من اعترف أنه رسول الله بقلبه ولم ينطق بلسانه ولم يشهد أنه رسول الله، فهذه حالة الكفار، فإنهم يعرفون أنه رسول الله بقرارة أنفسهم، ولكن يمنعهم الكبر والحسد والعناد على التصريح بذلك، أو تمنعهم النخوة الجاهلية للآباء والأجداد. قال الله جل وعلا: قد نعلم إنه ليحزنك الذي يقولون، فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. هم يعترفون برسالته في قرارة نفوسهم، ولكن منعهم الحسد والكبر والإبقاء على ما ألفوا عليه آباءهم وأجدادهم من أمور الجاهلية. ولهذا يقول عمه أبو طالب يعترف أنه رسول الله في قلبه لكن لا ينطق باللسان، ويقول: ولقد علمت بأن دين محمد من خير أديان البرية دينا، لولا الملامة أو حذار مسبة لرأيتني سمحا بذاك مبينا. ما منعه إلا العصبية الجاهلية. ولهذا لما جاء حضرته الوفاة، جاءه رسول الله صلى الله عليه وسلم يعرض عليه أن يقول لا إله إلا الله
ليموت عليها فيكون من أهل التوحيد. وكان عنده نفر من المشركين فقالوا له: أتترك ملة عبد المطلب؟ فأعاد عليه الرسول صلى الله عليه وسلم، فأعادوا عليه وقالوا: أتترك ملة عبد المطلب؟ فقال من آخر كلامه، آخر ما قال، هو على ملة عبد المطلب، ومات على ذلك والعياذ بالله. ما منعه إلا العصبية الجاهلية كما قالها في أبياته: لولا الملامة أو حذار مسبة لرأيتني سمحا بذاك مبينا. وكذلك من اعترف بلسانه شهد أنه رسول الله بلسانه لكن لم يعترف بذلك في قلبه، فهذا منافق في الدرك الأسفل من النار، كما قال الله جل وعلا: إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله، والله يعلم إنك لرسوله، والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. وقال عنهم: يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم. فمن شهد للرسول بالرسالة بلسانه ولكنه ينكر ذلك في قلبه فهو من المنافقين، النفاق الأكبر الذي يجعل أصحابه في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا. نسأل الله العافية. فلا بد من الشهادة برسالته ظاهرا، ولا بد من الاعتراف بذلك باطنا في القلب والتصريح بذلك. ولذلك أوجب الله علينا في الأذان، أوجب علينا في الأذان بعد شهادة أن لا إله إلا الله أن نشهد أن محمد رسول الله. في كل أذان أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، على رؤوس الأشهاد. كذلك في الإقامة، وكذلك في التشهد في الصلاة أوجب، وهذا ركن من أركان الصلاة لا تصح إلا به، أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. وكذلك في الخطب، خطب الجمع والأعياد والاستسقاء يعلن أن بالشهادة، بشهادة التوحيد شهادة لا إله إلا الله، ويعلن بجانبها شهادة أن محمد رسول الله. هذا من حقوقه صلى الله عليه وسلم، إعلان رسالته والاعتراف بها واتباعه صلى الله عليه وسلم. ثانيا، من حقوقه صلى الله عليه وسلم محبته، محبته عليه الصلاة والسلام أحب مما يحب الإنسان نفسه، كما قال صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين. ولما قال له عمر بن الخطاب رضي الله عنه: يا رسول الله، لأنت أحب إلي من كل شيء إلا من نفسي، قال له صلى الله عليه وسلم: لا يا عمر، حتى أكون أحب إليك من نفسك. فقال عمر رضي الله عنه: والله لأنت الآن أحب إلي من نفسي. قال: الآن يا عمر. فتجب محبته صلى الله عليه وسلم أكثر من محبة النفس، وأكثر من محبة الأهل والآباء والأمهات والأجداد والجدات والأولاد، وأكثر من محبة الناس كلهم، هو المقدم صلى الله عليه وسلم. بعد محبة الله جل وعلا تأتي محبة الرسول صلى الله عليه وسلم، لأنه هو الذي أنقذنا الله به، أنقذنا الله به من الكفر إلى الإيمان، ومن الضلال إلى الهدى، وأنقذنا الله به من النار إلى الجنة،
أخرجنا به من الظلمات إلى النور، هدانا به الصراط المستقيم، فكيف لا نحبه صلى الله عليه وسلم أكثر مما نحب أنفسنا وكل عزيز علينا عليه الصلاة والسلام؟ ولكن يجب أن نعلم أن محبته ليس معناها إحياء البدع والمناسبات، ونقول هذا من محبة الرسول فنحدث مناسبات نحتفل بها بمولده أو بهجرته إلى المدينة أو نحتفل بالإسراء والمعراج ونقول هذا من محبة الرسول صلى الله عليه وسلم، هذا بالعكس، هذا مضاد لمحبة الرسول صلى الله عليه وسلم، لأن محبة الرسول صلى الله عليه وسلم تقتضي اتباعه وطاعته صلى الله عليه وسلم. لو كان حبك صادقا لأطعته، إن المحب لمن يحب مطيع. فهؤلاء الذين يحيون البدع بمناسبات ينسبونها إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، إما مناسبة المولد وإما مناسبة الإسراء والمعراج وإما مناسبة الهجرة إلى المدينة، فيجعلون احتفالات ومدايح وغير ذلك من الأمور، هذه بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. في الرسول، الرسول يبغض هذه، فكيف تأتي بشيء يبغضه الرسول صلى الله عليه وسلم وأنت تدعي أنك تحبه؟ هل الحبيب يأتي بما يبغضه حبيبه؟ أبدا، الحبيب لا يأتي بما يبغضه حبيبه. والرسول صلى الله عليه وسلم يبغض البدع وينهى عنها ويحذر منها في كل مناسبة وفي كل مشهد. ثم نأتي ونحدث بدعا ونقول هذه تدل على محبة الرسول صلى الله عليه وسلم؟ هذا كلام معكوس وضلال مبين والعياذ بالله. محبة الرسول صلى الله عليه وسلم الصحيحة تقتضي متابعته بفعل ما أمر وترك ما نهى عنه وزجر، وأن لا يعبد الله إلا بما شرع صلى الله عليه وسلم. هذه علامة محبة الرسول صلى الله عليه وسلم. ثالثا، من حقوقه صلى الله عليه وسلم تعظيم سنته، ما صح عنه صلى الله عليه وسلم من الأحاديث يجب علينا تعظيمها واحترامها والعمل بها، وأن نعتبرها وحيا من الله جل وعلا، كما قال الله تعالى: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فالذي يشهد أنه رسول الله ويزعم محبته صلى الله عليه وسلم لكنه ينكر سنته، هذا لم يحقق شهادة أن محمد رسول الله. كيف تشهد أنه رسول الله وترفض أحاديثه وسنته؟ لأن هناك طائفة من أهل الضلال يقولون، يرفضون العمل بالسنة ويقولون لا نعمل إلا بالقرآن، وكذبوا في ذلك والله، لأن القرآن أمرهم باتباع السنة كما قال تعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وقال جل وعلا وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. قال جل وعلا: وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة. الكتاب هو القرآن، والحكمة هي السنة النبوية التي تفسر القرآن. أخذنا بالقرآن كما تقولون ورفضنا السنة، من أين نجد تفسير القرآن؟
القرآن أمرنا الله جل وعلا فيه بالصلاة، من الذي يعلمنا الصلاة وأنها 4 ركعات في الظهر والعصر و3 ركعات في المغرب و2 ركعات في الفجر؟ من الذي يعلمنا هذا إلا السنة، سنة الرسول صلى الله عليه وسلم؟ الله أمرنا في القرآن بالطهارة، أمرنا بالطهارة من الحدثين الأصغر والأكبر. من الذي يبين لنا أحكام الوضوء وأحكام الاغتسال من الجنابة إلا سنة الرسول صلى الله عليه وسلم؟ الله جل وعلا أمرنا بالزكاة وجعلها الركن الثاني من أركان، الركن الثالث من أركان الإسلام، ولم يبين في القرآن مقدار الزكاة في الأموال، مقدار ما يؤخذ، ولم يبين لنا من أين تؤخذ من الأموال. الرسول صلى الله عليه وسلم هو الذي بين أنها تؤخذ من 4 أصناف، من النقدين، من بهيمة الأنعام، من عروض التجارة، من الخارج من الأرض. الذي بين هذا هو السنة، سنة الرسول صلى الله عليه وسلم. فإذا رفضنا السنة كيف نعمل بالقرآن؟ ما يتأتى العمل بالقرآن إلا بوجود السنة إلى جانبه، تفسره وتوضحه، تدل عليه، لأن الله أنزل الكتاب على رسوله ووكل إليه بيانه. وأنزلنا عليك الذكرى لتبين للناس ما نزل إليهم، لتبين، فهو الذي يبين القرآن عليه الصلاة والسلام. إن هؤلاء القوم قد أخبرنا عنهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، حذرنا منهم، فقال عليه الصلاة والسلام: رب رجل شبعان، أو كما قال صلى الله عليه وسلم، متكئ على أريكته، يقول: بيننا وبينكم كتاب الله، فما أحله أحللناه وما حرمه حرمناه. ثم قال صلى الله عليه وسلم: ألا وإني أوتيت الكتاب ومثله معه. حذرنا صلى الله عليه وسلم من هؤلاء، وأخبرنا أنهم سيحدثون في المستقبل، وقد حدث ما أخبر به صلى الله عليه وسلم وما حذر منه صلى الله عليه وسلم. كذلكم يا عباد الله، من تعظيم سنة الرسول صلى الله عليه وسلم ألا يدخل فيها إلا أهل الاختصاص وأهل العلم، أهل العلم بالآثار، من الراسخين في العلم، الذين يحفظون المتون ويحفظون الأسانيد ويعرفون التاريخ وتراجم الرجال والرواة. فلا يتكلم أحد في سنة الرسول صلى الله عليه وسلم بتصحيح أو تضعيف أو تحسين إلا إذا كان من أهل العلم المختصين بهذا الشأن. أما أن يأتي أناس بدائيون يتهجون الحروف ثم يأخذون الكتب ويقرؤونها ويشتغلون بالأحاديث تصحيحا وتضعيفا وتحسينا، فهذا من الجناية على سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، لأن هؤلاء ليسوا أهل اختصاص. ولو سألت أحدهم كم تحفظ من الأحاديث، ما وجدته يحفظ ولا حديثا واحدا. كيف يكون من أهل الحديث؟ العلماء ما كانوا يعدون من أهل الحديث إلا من كان يحفظ 1000 حديث على الأقل، وإلا فالإمام أحمد يحفظ 1000 حديث كما قال الناظم عن الإمام أحمد: حوى 1000 من أحاديث أسندت وأثبتها حفظا بقول وأثبتها حفظا بقلب محصلي. 1000 حديث، 1000000 حديث، يحفظ متونها وأسانيدها ويعرف الرجال واحدا واحدا في الأسانيد. هذا هو المحدث، وهذا هو الذي يشتغل بالحديث
أما إنسان متطفل يتتلمذ على الكتب ويطالع ويعلق ويحشي ويخرج ويقول له محدث، هذا والله من الجناية على سنة الرسول صلى الله عليه وسلم. وقد حدث بهذا ارتباك عظيم، ولكن الله حفظ السنة ولله الحمد، فالسنة قد قام عليها أمنا من علماء هذه الأمة، فعزلوا الصحيح من الضعيف من الحسن في مؤلفاتهم ومجاميعهم، فلسنا بحاجة إلى هؤلاء المتطفلين. نرجع إلى كتب الأئمة، نرجع إلى كتب الأئمة كالإمام البخاري والإمام مسلم وأصحاب السنن الأربع والإمام أحمد، نرجع إلى هؤلاء الأئمة ونرجع إلى كلامهم. ابن خزيمة، ابن حبان، أئمة الحديث، نرجع إلى كلامهم ونرجع، كله مدون وكله محفوظ ولله الحمد، فنرجع إلى المصادر الصحيحة ونعتمد عليها، ولا نرجع إلى هذه الكتب التي جاءت من بعد ملفقة وجمعها أناس ليسوا من أهل الاختصاص. ينبغي أن نعرف هذا. كذلك من احترام سنة الرسول صلى الله عليه وسلم أن الإنسان إذا سمع الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وجب عليه أن ينصت له وأن يستوعبه وأن يسأل عما أشكل عليه منه وأن يعمل به، ما يعتبر أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم مثل الكلام العابر، وإنما هي موجهة إليه وهو مخاطب بها، فيصغي لها وينصت لها ويتلقاها بالقبول والمحبة ويتفهم معانيها ويعمل بها. هذا من احترام سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، ومن حقه علينا عليه الصلاة والسلام. كذلك من حقوقه صلى الله عليه وسلم الصلاة والسلام عليه كلما ذكر عليه الصلاة والسلام. قال الله جل وعلا: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. صلى الله عليه في الملأ الأعلى، وصلت عليه الملائكة في الملأ الأعلى، ثم أمرنا الله جل وعلا أن نصلي ونسلم عليه، فهذا من حقوقه صلى الله عليه وسلم علينا أن نصلي ونسلم عليه. والصلاة والسلام عليه تارة يكونان فرضين واجبين، وتارة يكونان مستحبين كما هو مفصل. ومن أراد الاطلاع على أحكام الصلاة والسلام على الرسول فليرجع إلى جلاء الأفهام في الصلاة والسلام على خير الأنام للإمام ابن القيم، فإنه فصل الكلام في هذا الكتاب عن موضوع الصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم. والذي يهمنا الآن أن من حقوقه صلى الله عليه وسلم أن نصلي ونسلم عليه كلما مر ذكره عليه الصلاة والسلام. فقد صعد النبي صلى الله عليه وسلم المنبر ذات يوم فقال: آمين آمين آمين، ثم أخبر أصحابه بأن جبريل عليه السلام جاءه فقال: يا محمد، من أدرك شهر رمضان فلم يغفر له فمات فدخل النار قل آمين. قلت آمين. فقال: ومن أدرك أبويه أو أحدهما فلم يبرهما فمات فدخل النار قل آمين. فقلت آمين.
قال ومن ذكرت عنده يا محمد ولم يصلي عليك فدخل النار قل آمين فقلت آمين. فمن حقوقه صلى الله عليه وسلم الصلاة والسلام عليه، الصلاة والسلام عليه في التشهد، في الصلاة التشهد الأول التشهد الأخير، الصلاة والسلام عليه عند ذكره عليه الصلاة والسلام، الصلاة والسلام عليه في الخطب، في خطب الجمع والأعياد والاستسقاء، هذا من حقوقه صلى الله عليه وسلم. ولا بد أن تكون الصلاة والسلام عليه مطابقة لما جاء في الكتاب والسنة. أما الصلوات المبتدعة التي أحدثها الصوفية، الصلوات المبتدعة والتوسلات المبتدعة المصاحبة لهذه الصلوات، فهذه يجب الحذر منها وتجنبها، وأن تؤخذ صيغة الصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم من الكتاب والسنة لا من أقوال المخرفين وأقوال المبتدعين. من حقوقه صلى الله عليه وسلم علينا، يا أخي اكتب سؤالك في ورقة. من حقوقه صلى الله عليه وسلم علينا محبة أصحابه، من حقوقه صلى الله عليه وسلم محبة أهل بيته وأقربائه المؤمنين. قرابة الرسول صلى الله عليه وسلم وأهل بيته لهم حق، حق المحبة على الأمة بحب الرسول صلى الله عليه وسلم، ولكن هذا في المؤمنين منهم. أما من كان من قرابة الرسول صلى الله عليه وسلم وهو ليس من المؤمنين فهذا لا حق له. فعمه أبو لهب عمه أخو أبيه، أنزل الله فيه قوله تعالى تبت يدا أبي لهب وتب. لماذا؟ لأنه كافر، لأنه كافر. فمجرد القرابة من غير إيمان بالرسول واتباع للرسول لا تنفع أصحابه كما يظنه المخرفون. فإنه صلى الله عليه وسلم قال يا معشر قريش اشتروا أنفسكم لا أغني عنكم من الله شيئا، يا صفية عمة رسول الله، يا عباس عم رسول الله، يا صفية عمة رسول الله اشتروا أنفسكم لا أغني عنكم من الله شيئا، يا فاطمة بنت محمد سليني من مالي ما شئت لا أغني عنك من الله شيئا. فلا، مجرد القرابة من غير اتباع للرسول ومن غير إيمان به لا تنفع صاحبه. فيجب علينا أن نحب قرابة الرسول صلى الله عليه وسلم المؤمنين به وأهل الصلاح وأهل الخير، وكذلك محبة أزواجه صلى الله عليه وسلم أمهات المؤمنين، فإنهن من أهل بيته كما قال الله جل وعلا لما ذكر آداب نساء النبي صلى الله عليه وسلم في سورة الأحزاب، قال إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. فأزواجه صلى الله عليه وسلم من أهل بيته، وهن زوجاته في الدنيا والآخرة، وهن أمهات المؤمنين، لهن حق المحبة والاحترام والتوقير، وأن لا يجد الإنسان في نفسه بغضا لواحدة منهن، لأنهن أمهات المؤمنين وزوجات الرسول صلى الله عليه وسلم في الدنيا والآخرة. وكذلك محبة أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم تأتي بعد محبة الرسول صلى الله عليه وسلم، لأنه صلى الله عليه وسلم أوصى بذلك في قوله لا تسبوا أصحابي فوالذي نفسي بيده لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيب. والله جل وعلا يقول لقد رضي الله عن المؤمنين
إذ يبايعونك تحت الشجرة، وهم أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم، هم الذين بايعوه تحت الشجرة. لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار والذين اتبعوه في ساعة العسر، تاب الله عليهم. وقال سبحانه وتعالى: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك هو الفوز العظيم. فيجب علينا محبتهم كلهم، المهاجرين والأنصار وأصحاب بدر وأصحاب بيعة الرضوان، وفي المقدمة الخلفاء الراشدون أبو بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم وبقية العشرة المبشرين بالجنة ثم عموم الصحابة. يجب علينا أن نحب جميع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأن نحترمهم وألا نتنقص أحدا منهم أو نتكلم في أحد منهم بما فيه تنقص له. علينا أن نحترمهم وأن نثني عليهم وأن نترضى عنهم جميعا وأن نتخذهم قدوة لنا، لقوله تعالى: والذين اتبعوهم بإحسان، قوله تعالى: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. فهذا من حقوق النبي صلى الله عليه وسلم، أن نحترم أصحابه وأن نحبهم وأن نجلهم وأن نثني عليهم ونترضى عنهم وأن نتخذهم قدوة لنا بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه بعض حقوق النبي صلى الله عليه وسلم، وإلا فحقوقه عليه الصلاة والسلام كثيرة لا يتسع المقام لذكرها. نسأل الله عز وجل أن يمن علينا وعليكم وعلى جميع المسلمين باتباع هذا الرسول صلى الله عليه وسلم، وأن يجعلنا من أمته، وأن يحشرنا تحت لوائه يوم القيامة، وأن يرزقنا التمسك بسنته، وأن يعيذنا وإياكم من شرور الفتن ما ظهر منها وما بطن. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. نعم. من اللي يقرأ الأسئلة؟ نعم؟ نعم. اقرأ دم. يقرأ واحد يحسن القراءة، عندك ما حد؟ نعم. نعم عطل. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. هذا السائل أحسن الله إليك يقول: أدينا العمرة يوم الأحد الماضي ويوم الأربعاء، سنذهب إلى الطائف وسوف نرجع إلى مكة في نفس اليوم، فهل يجوز أن نؤدي عمرة ثانية؟ بسم الله الرحمن الرحيم. الجواز يجوز، لكن تكرار العمرة في وقت متقارب لا يستحسنه أهل العلم، لا بد يكون بين العمرتين فترة زمنية. أما بيوم واحد تكرر العمرة هذا جائز، لكن إنه غير مستحسن. نعم. وهذا سائل أحسن الله إليك يقول: ما حكم لبس العباءة على الكتف، وما حكم بيعها وشرائها والصلاة فيها،
نرجو من سماحتكم توجيه نصيحة للأخوات في لبس العبايات المزركشة والمطرزة وعباية الكم. عباءة المرأة ستر لها، عباءة المرأة ستر لها، لا بد أن تكون ضافية ساترة لجسمها، بكل جسمها، وأن تطرحها على رأسها عند الخروج، ما تطرحها على كتفيها، تطرحها على رأسها، أستر لها، ولئلا تتشبه بالرجال في طرح العباءات على الأكتاف، هذا من للرجال، من عادة الرجال. فالمرأة تطرح عباءتها على رأسها أولا لأن هذا أستر لها، فرأسها بحاجة إلى ستر. ثانيا أن هذا فيه تجنب لمشابهة الرجال. وأما أن تكون العباءة مطرزة هذا لا يجوز، لأن هذا من الزينة، والمرأة منهية عن لباس الزينة عند الخروج، لأن لباس الزينة عند الخروج أو التطيب هذا من التبرج المنهي عنه. قال الله تعالى لنساء نبيه صلى الله عليه وسلم رضي الله عنهن: ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى. فتلبس عباءة سادة ليس فيها نقوش وليس فيها تطريز، وتكون هذه العباءة أيضا سميكة، ما تكون مجرد حيلة، لأن بعض العباءات مجرد حيلة، لون العباءة لكن ما فيه عباءة، تلتصق بجسمها ولا تسترها، هذه ما هي بعباءة، هذه حيلة أو هي فتنة. فلا بد من أن تكون العباءة لها مواصفات شرعية، ساترة ضافية واسعة ليس فيها زينة، وأن تلبسها على عادة النساء عند الخروج لا على عادة الرجال. نعم. وهذا السائل أحسن الله إليك يقول: أيهما أفضل، أن أطوف حول الكعبة أم أن أحضر الدرس، أم أن أحضر وأستمع إلى الدرس في وقت بين المغرب والعشاء؟ حضورك الدرس أفضل، لأن الجلوس في حلق الذكر تعلم العلم أفضل من نوافل العبادات. فالطواف بالبيت، الطواف بالبيت هذا نافلة، في غير الحج والعمرة هذا نافلة، وجلوسك في دروس تعلم العلم النافع واستماع ما تستفيد منه أفضل من الطواف. نعم. وهذا السائل أحسن الله إليك يقول: وأيضا الطواف له وقت آخر، طواف ما هو بيفوت، له وقت آخر. نعم. وهذا السائل أحسن الله إليك يقول: السؤال: أيهما أفضل، سنة الفجر أم سنة الليل؟ سنة الفجر آكد، هي آكد رواتب الرواتب التي مع الصلوات، وصلاة الليل فيها فضل عظيم، ولكن بينهما فرق، هذه من الرواتب وهذه من التهجد. فسنة الفجر آكد، وما كان النبي صلى الله عليه وسلم يتركها لا حضرا ولا سفرا. نعم. وهذا السائل يقول: ما معنى الصحيح لقول الله سبحانه وتعالى: إنما يخشى الله من عباده العلماء؟ المراد بالعلماء علماء الشرع الذين هم ورثة الأنبياء، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: والعلماء ورثة الأنبياء. هؤلاء هم العلماء إذا أطلقوا، علماء الشريعة الذين يعرفون الله سبحانه وتعالى حق معرفته، ويعبدونه حق عبادته، ويعرفون أحكامه من الحلال والحرام وما يشرع وما يمنع، هؤلاء هم العلماء. أما أصحاب الصناعات والحرف هؤلاء يقال لهم صناع، ويقال لهم أصحاب حرف، وإذا أطلق عليهم علماء لابد من تقييده: علماء الصناعة، علماء الهندسة، علماء كذا وكذا، ما لا يقال العلماء. العلماء إذا أطلقت تنصرف إلى العلماء الذين قال الله جل وعلا فيهم: إنما يخشى الله من عباده العلماء. نعم.
وهذا ثاني يقول أحسن الله إليك. أكثر أصحاب الصناعات والحرف والمهن أكثرهم كفار لا يعرفون الله عز وجل، بل أكثرهم ملاحدة، فكيف يقال هؤلاء هم العلماء؟ نعم. وهذا ثاني يقول هل قراءة الفاتحة واجبة في كل ركعة في الصلاة، مع الملاحظة أن بعض الأئمة لا يتركون وقتا للمأموم لقراءة الفاتحة؟ قراءة الفاتحة على الإمام والمنفرد ركن، على الإمام والمنفرد ركن، لا بد من قراءتها في حقهم. وأما المأموم فهذا اختلف العلماء فيه، فمنهم من يرى أنه تكفيه قراءة الإمام، ومنهم من يرى أنه لا بد أن يقرأها. والصحيح التفصيل في الصلاة السرية يجب على المأموم أن يقرأ الفاتحة، في الصلاة الجهرية التي يجهر فيها الإمام لا يجوز للمأموم أن يقرأ والإمام يقرأ، لا بد أن ينصت لقراءة الإمام، قوله تعالى وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. ولكن إن تمكن من قراءتها في سكتات الإمام قرأها، وإن لم يمكن فإنه يستمع لقراءة الإمام وتكفيه إن شاء الله. نعم. وهذا سائل يقول أحسن الله إليك هل يجوز أن آخذ عمرة عن والدي المتوفى، ومن أين أحرم العمرة مع العلم بأني مقيم الآن بمكة جزاكم الله خير؟ يجوز أن تأخذ عمرة لوالدك ما دمت اعتمرت عن نفسك عمرة الإسلام، يجوز أن تعتمر عن والدك. وإذا كنت في مكة فإنك تخرج إلى الحل، إلى التنعيم أو إلى الجعرانة أو إلى عرفة، تحرم من الحل من خارج الأميال وتأتي وتأدي العمرة. نعم. وهذا السائل يقول أحسن الله إليك كيف نوفق بين قوله تعالى وما كنا معذبي حتى نبعث رسولا، وبين قوله صلى الله عليه وسلم لمن سأله عن أبيه قال أبي وأبوك في النار وهؤلاء من أهل الفترة ولم يرسل إليهم أفيدونا مشكورين؟ مرسل إليهم، الرسل من بعثة نوح عليه السلام إلى بعثة محمد صلى الله عليه وسلم، فالرسل والشرائع موجودة، الشرائع موجودة، شرائع الأنبياء، ودين إسماعيل عليه السلام موجود في هذه البلاد، في بلاد الحجاز موجود دين أبينا إسماعيل، وإنما دخل عليه الشرك بسبب عمرو بن لحي الخزاعي ومن تبعه من المشركين، وإلا فهم على دين إبراهيم وإسماعيل، ويحجون ويتصدقون ويعملون أعمال من العبادات.